سيجا. هذا لوجو الجديد، ما فماش سيجا العديد. المهم، السلام عليكم، تيم مارو. اليوم في الجزء الاول من تختيم تيم سونيك ريسينج، وكالعادة ديما في العاب سيجا عندهم بداية الاوبنينج كالعادة كراش 40 عندهم اغاني سمحة كيما سونيك فورسز، فما بون مش سونيك ادفنتشر، برشا برشا اغاني متاعها تعفونا، وذا انيميشن متاع سونيك سموث. دونك هذه اللعبة خرجت في السنة الماضية 2019، و ما جات الكراك ما خرجش، كان هذا الكراك متاع هذه اللعبة ما خرجش كان الشهر هذا. هذا الفيديو الاول، وان شاء الله نختمه في شكل بث. فيها ستوري مود، فيها بطبع كابس وكل شيء، لكن حسب ما لاحظت ما فماش ياسر سباقات، يعني ما حسيتش فما ياسر سخات، مش نوعه ياسر، لكن تقريبا فما 8 اماكن، وفي كل مكان في 3 حلبات. يعني الموسيقى ليست كثيرة، حبيت يعني مثلا تقريبا مرحلة كيما سونيك جينيريشنز، لكن اوكي سباق في كل واحد. اما يلا وكذا مثلا هذا روف توب ران من سونيك ليشت. وكذا شنو اخر؟ عادة العاب الكارت، العاب السباقات الكارت مثلا كراش ماريو وبرشا وحيد، عادة تلعب وحدك، تلعب وحدك اسمك جيل الاول وكل شيء. لكن هوني حبت سيجا تعمل حاجه جديده، حاجه ما عملها حد، تيم، انه السباق يكون تيمز من 3، دونك فما 4 تيمز، والرابح هو اللي الفريق نتاعو يجيب اكثر نقاط يعني مع بعضهم. دونك انا الفريق نتاعي لازمتو يجي من الاولين، احسن واحد في 3 بالطبع احسن حاجه. تيم سونيك ريسينج سبيس. دونك انا اليوم الجزء الاول باش نبداو شويه الحكايه نشوفوها كيفاش، ومن بعد باغي نكملو في البثوث. فما اونلاين جراج ولا شنو، نمشيو تيم ادفنتشر. وطول تبدا الحكايه هكا، الحكايه ما ماشي انيميشن اوكي بالكلام. دونك الصوت فما فويس اكتينغ، كيفاش الصور بتاعهم تتحرك و نعطيك المودلز والصورة. We didn't get any invitations. هذا شخصية متاع اللعبة دون دون با، عنده شلاغم كيما ايكمان. هذا صوته يفكرني في جوفي. سونيك ميدل نيم اسمه فاستس، هو سونيك ذي هيدجهوك، لقبه هيدجهوك والاسم الوسطي هو ذا، مش سونيك فاستست هيدجهوك. يبقى مش قادر يحكي نرجع من سكيب. انا مبسوط بالحق، فكرني في بندق متاع ديزني. سو هذا باش يعمل سباقات واستدعانا معرفش شنو، ومش نلقاو مش نلقاو فقط سونيك، مش نلقاو شادو. سبحان الله شادو ديما يجيبوها سيريز وكل شيء يخليوها يسابق. فما روج اللي عجبني في هذه اللعبه عملوا منها انيميشنز، زوز انيميشنز، وانيميشنز عجبوني اللي عملتهم سيجا. شو كبديك شامل هذا؟ Where is Froggy? I want my frog. وكذا بيج جيبوه في لعبة سونيك ادفنتشر، ومن وقتها اصبح ميم. ومتشاو تشامل متشاو. هوني دوك احنا مش عامل سباق ضد تيم روز، دونك زوز وحيد فقط. كيفاش هادي؟ هذه الحكاية، هذه الخريطة فينيش. بعد لازم نجيب ثلاثة نجوم. كيفاش؟ دونك هوني فما نجوم، فما ميشنز مش فقط تربح ريسز، وين ذا ريسز تيم فينيش ان فيرست، لازمني انا نكون الاول، وزمتني نجي من التوب ثلاثة. باه نجم نشوفو ستوري. اوكي ستارت، نعملو شنو الفرق بين نورمال و هارد؟ نلعبو هارد ميسالش. سو نجم نختار واحد من هذوما، بتبع باش نبداو بسونيك ريدي. فما لو داوت ولا شنو؟ Welcome to
ويسب. دونك اول واحد اول سباق يكون في الويسب بلانيت ويسب نتاع سونيك كولرز. اوكي يمشي 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 ما مانيش قاعد نشوفك الحكايه كلها خطره كرينج. وادي بلانيت ويسب ان شاء الله الاغنيه تكون جيده. دونك نشوفوا كيفاش تيم مازال فما كلام استهلكوا كثير من الكلام. اي امشي اي تن تن والواحد اثنين ثلاثة كيما في شو سمعت تيم سونيك او ستارز متي ننزل مع واحد اثنين ثلاثة اذا في ماريو كارت تقعد نازل بعد تسيب في اللحظة المناسبة هوني. لا بالطبيعة عنا الدريفت عنا البوست فهموني الرينكس وطلع فوق. دونك كوني تيز دونك احنا التيم كيف نجمو نعاونو بعضنا. سلينك شوت اوكي نوعا ما فما توتوريال. لا 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 نحب تضرب شحال ضربني نجم نضربو بالايتم نتاعي عندي بوست. سو شفتي كيف يمشي تيلز نجم نمشي خلفو ونكون اسرع. اوكي كيفاش نعاونو بعضنا ونجم نعطيهم ايتمز نجم يعطوني ايتمز. فما هذي جوست اش تعمل جوست هذي جوست اللي متضربش انا نجم نعمل بوست شو اسمه ندور كيما في زاد في تيم سونيك ريسينج في تيم سونيك ريسينج روستار سيجل ستار وحنا تو في الخلف كيف عملتها هارد مشكلة. احنا الرابع خامس سادس تيم روز مازال امام لازم نلحقوا عليها. يا تيز علاش تقسم علاش مشيت غادي فما هذا ايجول فما الايتمز نعرفش شنو هما بالضبط هما ويسبس نعرفش شنو بالضبط كيفاش مثلا في ماريو كارت مش هذي شتعمل هذي هذي بوست باه هذا مشروم ويسب تيم التيمت دونك نعرفش كيفاش نشارجيوها كيف ناخذوا برشا كوينز اظن. احنا تو بين الثالث يعني فتنا واحد منهم هما مازال هيا روز ولا ايمي ايمي مش روز شمين يقول وحطت قنبلة للخلف عملنا سلينك شوت زمين فوتوهم زمين فوتوهم محبش نجيب الاخراني لا ظلي مش نلعب نورمال حتى الذي يوم المرة خلي لعبت نورمال بوست الناكلز بعث لي ايتم يجب نبعثوا ايتم لبعضنا وهذا يديروا بوست لكن تضرب الرابعة خمسة ستة ما كناش جيدين ما كنا ما جيتش الاول نعرفش علاش هما سبقوني منعرفش كيفاش الدريفت ما عجبنيش في هذه اللعبة مقارنة بسيجا تيم ريسينج الدريفت ما عجبنيش. هوب شو هيك الفرق بيناتنا نكم فيرست على سيكند دونك شنو ناخذو نجمة برك اظن لا ما حتى نجمة زبدي نربح اوكي صح نعملو نورمال نلعبو مرة هذي ترى نجربو تيلز بعد السباق المقادم نعملو بنكلز نعملو سكيب تا 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 تعجبني هذي الأغنية الهادئة وين نمشي وي نورمال شو نورمال لحقنا لهم نعرفش اخي سيارتهم تجري أكثر مني ولا شني ايامك تيلز اي سو تيلز اظن يهتم بالبوست زمتي انا نعطي البوست لصحابي سونيك نعرف شنيا القدرة بتاعه وناكلز نعرف زادا يا حسي لوين ما نجم نشوف خلفي اي سونيك ايش 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 اقعدو طب احنا واحد اثنين ثلاثة اقعد زميني اقعد قدامهم باش نعطيهم الواحد مو زمن تجي ورايا كيفاش فيتونا هاكم اوكي واحد حطت كيوب فما سونيك دخل فيك البيم هي عاد بوست اخدم
مو هذه المشكلة اللعبة خطرها تيم، يعني زمتني الـ AI يكون معايا، يعني ساعات المشكلة تكون من الـ AI مش مني. كنت عندي بومب عملتها الخلف مش الأمام، عملت غلطة. رايح تويك الدورة الثانية. الحل عادية يعني ما فماش، يعني نحسش مشكلة مثلا ماريو كارت فما شي ساعات حاجة خاصة في كل حلقة، هو حتى الآن حتى شان عادي يقول درش ايش نعمل بيه. اظن الاليف الاول يعطي البوست. اوكي سونيك يعطي البوست، لكن كيفاش نعاونو بعضنا؟ اللي الاول يعاون اللي قبله ونجمو نعطيو ايتمز لبعضنا. هيك هيك هو اش نجمو نعملو، اي نعملو تيم التمتي. تارارارا تارارارا، هذي الاخرى من فين؟ هذي سونيك ادفنتشر. اظن سونيك ادفنتشر الاغنية هذي. بوست بوست بوست، امشي بوست اخرى. كان عملوا تيم التمت هما، فاتونا بتيم التمت نتاعهم. نلحق نلحق نلحق، بس يعطيك صح، اعطي اعطيه ضربة. الحق الحق، انا السادس. اوه وخرنا وخرنا ياسر. شنو حتى نورمال ما نجموش نغلبوهم يا اخي، نحس روحي نلعب باهي انا، مش مفهمتش شنو اللي ناقصني. اي التمتي الحق الحق، اضربهم باش يوقفوا. وهذا اعطاني ايتم. فما عندنا روكس، نجم نعملو الخلف. واحد اثنين ثلاثة واربحنا. ايزي دونك جينا ثلاثة من هاي، دونك باش نكملها نورمال. انا المهم نكملها اللعبة، ما يهمنيش في هارد. تقلبنا. وكنت ديفيكولتي ملتي بلاير فقط السكور ياثر في السكور، انا ما يهمنيش في السكور. وهكا نجولو لي حتى الان حاسه عاديه اللعبه، ما نحسش حاجه كبيره. ويل دون بابا 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 بابا. بح مش نسكر عليه الكاتسين سكرينج، ماش نشوف مش قاعدش نسمعهم يحكيو. modification say a lot about the racer. شو modification؟ اعطاني في اعطاني حاجه به سنه. شنو مال مش نوني فينيش ذا توب ثلاثة. نفس الشيء نورمال. دوك نعملو ناكلز وننهي هذا الفيديو. دوك ناكلز اكسيريشن بتاعه سيئة، سبيد بتاعه متوسط، لكن عنده ديفنس وبوست بتاعه جيد. اوكي ديفنس بتاعه جيد، كيف يتضرب بيرجع بسرعة. ايش نسمع انا؟ كيف تحكي ايمي؟ وكنا قاعدين نسبقوا معاه. ماي كار لوك بريتي، دونك ايمي تخمم كان في الجمال. اي 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 عاوني. ديما ننسى لازمتي ننزل على ثلاثة، نزلت فقط اثنين واحد، ماذيش نحل بالي. سي سايد هيل من سونيك هيروز، اتت في سونيك تيم ريسينج الأولى، سونيك ريسينج السيجا، سونيك ريسينج أول ستارز الأولى والثانية. في سونيك جينيريشنز يحبوها سي سايد، عملت كيوب ظل يجا في مدري شكون. أيا دور أحضر، ضربتني بالروكت. اي تيم اي الحق عليا. ليش كون يعطيني ايتم؟ شكون يعطيني ايتم؟ استنى استنى لازم نتبع فريقي. محلى الاغنية. تارا 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 تارا. وهذه الاغنيه نتاع ناكلز، وسقطنا نجم ونسقطوا به.
سونيك عطاني هيلب. اخي نعطيتو حاجة ولا هو عطاني؟ باش نضرب هذا اللي ورايا نعرف شكونو. استنى عندي ثلاثة كيوبس يجوني. الغوست ضربني، الغوست ضربني وسرق الايتم. مزنا في الدورة الثانية وشي؟ مزنا في الدورة الثانية بقى. عملنا سلينك شوت، شكرا يا سونيك. سونيك الثالث فاينل راوند. اي زبده الحق اي سونيك عليه هكا. البوم صار تضربه، ضربته شويه به ماكم زبدتي. جيني التيم تيم 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 في سفي سفي هنا التيم. يا تشو علاش هكا فهم؟ امشي امشي كو هذي ضربه بها. حنا الاولين. التيم التيم نحس على حاجه تسهل تسهل الربح. حطينا بوست لتيلز. سونيك الثالث امورنا مريقله. ربحنا. ما نحس مازال صعب السباق. ما نحس نحس السباق عادي ما الشكل كله. مو معناتها ستوري مود، ممكن هي المفروض تلعبها مع الاصدقاء. لكن حسيت سيجا سيجا ترانسفورمرز تجم تطير تجم تمشي في البحر افضل بكثير من هذه. هيك هذه حس عاديه. ارجعوا للخلف يعني فقط اجل تيم ميكانيك نتاع التيم. That was awesome. خذوا معاش تفرج عليكم ما يبهج معي. عم نزل سباقات فقط في الفيديو. لكن هذا الجزء الاول ما نعرفش هل نجم نشوف جميع الاستراح. نيكست شابتر لا قداش من شابترز ما نعرفش قداش. بلحظه ما شفنا قداش من نجم. 142 باه 142 و3 142 على 3 قداش هي 4 و12 43 ستيج. عملنا زوز زوز من 43 ايه مازال كثير. الباقي ان شاء الله في البثوث. اتسمي مالو ماريو في امان الله.